استمرارا لاحتفالات مملكة البحرين بالأعياد الوطنية، نظمت وزارة الداخلية عرضا للطابور العسكري في المحافظة الشمالية، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، والعميد عبد الله علي معنطر نائب المحافظ، ووجهاء وأعيان وممثلي المجتمع المدني في المحافظة الشمالية والأهالي. وبهذه المناسبة أكد محافظ الشمالية أن هذا الطابور يأتي بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، مشيرا إلى أن الاستعراض الميداني والجماهيري يأتي تعزيزا للانتماء والولاء وترسيخ قيم المواطنة الصالحة التي تعتبر عقيدة وفطرة سوية من أجل حب الوطن والذود عنه والذود عن مكتسباته والفخر والاعتزاز بالوطن. وأضاف محافظ الشمالية أن المحافظة حرصت على تقديم برامج تعزز الانتماء لكافة القطاعات والفئات العمرية، داعيان العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية، والبحرين تزخر بالعز والكرامة والأمن والأمان في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم. وقد تضمن العرض طابورا للمشاة وتشكيلات عسكرية للشرطة بمشاركة شعبة الخيالة وفرقة الهجانة وحرس الشرف والفرقة الموسيقية للشرطة، والتي قدمت مقطوعات موسيقية ذات طابع وطني أصيل، بما أبدى الجمهور إعجابا وتقديرا بمستوى العرض والأداء الراقي، بما يعكس قدرا عاليا من الانضباط ودقة الأداء. وتستهدف هذه الفعالية الوطنية تعميق التواصل مع كافة فئات المجتمع وتعزيز الشراكة المجتمعية باعتبارها آلية رئيسية في استراتيجية التطوير والتحديث التي تنتهجها وزارة الداخلية بهدف مد جسور التواصل مع المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني.